الإجراءات ولا لحظة ولا يوم تخلينا على هذه الإجراءات والتدابير، وخاصة الحمد لله السلطات راهي حذرت في عدة مرات عبر القنوات، عبر التواصل، عبر كل الشبكات. في المحل السفارات محددين الدخول والخروج، ده وضعين معقم، الدخول إلى المحل بالكمامة إجباري مع التباعد الاجتماعي بيناتهم، وضع المنشفة لسه معها خاصة بالصرف. بخرجات ميدانية على مستوى المساحات الكبرى، مثلا السبيرات، من أجل تحسيس التجار أولا على احترام البروتوكول الصحي من أجل الوقاية من هذا الفيروس، وعلى إثر هذا تم تحسيس أيضا المواطنين على مدى احترام الإجراءات الوقائية.